مرحبا بكم في هذه المتابعة اليومية على شاشة نيل الأخبار في المشهد المصري الذي يتجدد معكم يوميا بأحداثه المختلفة. ما زلنا نتابع أصداء الزيارة الخاصة التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا ولقائه مع عدد من المسؤولين الألمان، وأيضا الأبعاد السياسية والاقتصادية المختلفة لهذه الشراكة ما بين مصر وألمانيا، وعديد من القضايا الخاصة بالمنطقة وكيف سيتم التطرق إليها، أو ربما ظهرت الخطوط العريضة في تعاون ما بين مصر وألمانيا اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين سيادة الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كل هذه الأمور نناقشها في مشهد اليوم مع ضيفي الكريم الذي أرحب به، الدكتور سعيد اللوينزي خبير العلاقات الأوروبية. برحب بحضرتك يا دكتور سعيد. أهلا وسهلا، أهلا بيك. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة من المشهد بتحليلاتها المختلفة. مراسم استقبال رسمية قيمت لرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله ألمانيا، حيث كان في استقباله رئيس يوخايم جاويك. السيسي وبعد لقائه نظيره الألماني عقد لقاء آخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. وخلال مؤتمر صحفي قال السيسي إنه على يقين بأن الحوار البناء القائم بين البلدين سيسهم في تحقيق طفرة في التعاون الثنائي بينهما، وأوضح الرئيس أن الحكومة تعمل وفق خطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري وإرساء دعائم الديمقراطية الحديثة. وحول أحكام الإعدام الأخيرة أكد السيسي على أن الدولة المصرية دولة قانون تحترم القضاء والدستور. من جهتها تحدثت المستشارة أنجيلا ميركل عن الدور المحوري الذي يقع على عاتق مصر لحماية المنطقة بأكملها من خطر الإرهاب المتصاعد، وأشارت ميركل أيضا إلى ضرورة تكاتف الجهود الثنائية للتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة دون انتقائية. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، من المنتظر أن تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقات لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء ومصنع لإنتاج المعدات الخاصة بطواحين الهواء، حيث أن ألمانيا تعد من أكبر دول العالم لإنتاج المعدات الخاصة بالطاقة الكهربائية. نالت الزيارة أيضا زخما شعبيا كبيرا، حيث احتشد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بألمانيا وفنانون وصحفيون للتعبير عن تأييدهم لزيارة السيسي والتي تستغرق يومين. هي زيارة هامة ولها أبعادها المختلفة التي نناقشها في مشهد اليوم مع الدكتور سعيد اللوينزي خبير العلاقات الأوروبية. برحب بحضرتك مرة يا دكتور سعيد. أهلا وسهلا. زيارة لسيادة الرئيس ستستغرق يومين في ألمانيا، متابعتها مستمرة على الهواء مباشرة، مؤتمر صحفي، عدد من اللقاءات التي ربما ستعقد في نهاية هذا اليوم، وكلمة أمام المنتدى الاقتصادي، وتوقعات باتفاقات كثيرة. رؤية حضرتك بشأن الزيارة في مجملها؟ على المستوى الشخصي أنا قد أسعدتني كثيرا هذه الزيارة. لماذا؟ لأنه يغيب عن بال الكثيرين أن الرئيس السيسي منذ ثورة تتنيونو ويحاول دائما أن تكون لنا علاقة بأوروبا، الدائرة الأوروبية كلها. لذلك تجده أول ما زار فرنسا ثم إيطاليا ثم الفاتيكان ثم اتجه إلى شرق المتوسط إلى قبرص اليونان، ثم بدعوة خاصة من علي الأسباني زار أسبانيا. فإذا كان لابد أن أزور ألمانيا. ألمانيا لقد أشاد بها كثيرا في مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ بالخبرة الألمانية في صناعة الكهرباء توربينات إلى آخره. أعتقد أنه قد أشاد إشادة كبيرة جدا، وبالتالي هذه الزيارة تجعل وتوطد علاقتنا بأوروبا الجار القريب، قريب من الدول المشاطئة المتوسط شمالا مع الدول المشاطئة المتوسط جنوبا. وكان مهما كانت التحديات كان لابد طبعا هذه الزيارة زيارة بدعوة من المستشارة ميركل، لكن بشكل أو بآخر أعتقد أن هذه الزيارة يعني تتمم الرغبة الخاصة بالرئيس السيسي
وتفصيل علاقاتنا بأوروبا. كنا دائما سواء في مع الرئيس المعزول أو المخلوع نهرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض كانوا يسمعوا حجة لابد أن يذهب إلى يحج هناك إلى آخره في أمريكا إطلاقا للجزء. التوازن في السياسة الخارجية، أعتقد أن الرئيس السيسي رفع شعار سياسة متوازنة مع الجميع، ما سنقف على مسافة واحدة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنا علاقة بها، علاقتنا بموسكو وببكين لا تجب إطلاقا ولا تمنع علاقتنا بواشنطن، لكن مهم جدا أن نوطد علاقتنا بأوروبا. لماذا؟ لأن أوروبا دولة تشكل مع فرنسا قاطرة التي تجر الاتحاد الأوروبي، 95% من ميزانيات الاتحاد الأوروبي تقوم بها ألمانيا فقط لوحدها. وأعتقد إذن هذا الثقل داخل الاتحاد الأوروبي كيف يستثمر؟ زيارة كانت من سابق لفرنسا، هذه المرة هي لألمانيا. يعني أعتقد أن الاستثمار سيأتي من خلال يعني استخدام الاستثمارات الألمانية سواء في إقليم قناة السويس، المدن الجديدة، في التربونات، في الكهرباء، في الطاقة. أعتقد وهذا واضح من الاتفاقات التي تم عقدها بشكل أو بآخر مع ألمانيا، وكان الرئيس التقى بمديري شركات الكبرى في ألمانيا في شرم الشيخ في زميله يتمم هذا الأمر في ألمانيا. وأعتقد ألمانيا بهذا المعنى هناك رغبة سياسية لدى ألمانيا قبل أن تكون لدى مصر في تفصيل العلاقة، لأن الرئيس أول ملف يطرحه هو تنمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا من ناحية ومصر من ناحية أخرى لخدمة الشعبين الألماني والمصري. طيب ده الاستثمار ربما على الشق الاقتصادي أو الجانب الاقتصادي، لكن لا يخفى على أحد ما تردد كثيرا قبل هذه الزيارة سواء من جماعات متطرفة في الداخل الألماني ربما تسيطر على الكثير من حالة الاقتصاد في الداخل، لها تواجد أيضا داخل البرلمان الألماني، والخط السياسي المصري وما تسير فيه من خارطة الطريق. كيف تنظر ألمانيا بوجهها الرسمي إلى خارطة الطريق المصرية؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني، ماذا تفعل مع جماعات ربما تمثل ضغطا عليها في الداخل؟ يعني هذا السؤال بالفعل يسنح في النفوس الكثيرين، لكن لا ننسى إطلاقا أن ألمانيا من الدول الأوروبية التي احترمت إرادة الشعب وثورة 30 يونيو كان لها تقدير كبير لدى الشعب الألماني نفسه، وقد عبرت عن ذلك الحكومة الألمانية عندما أكدت أن من حق الشعب المصري أن يقرر تقرير مصيره وليس من مع هذا الطرف أو ذاك. طبعا هذا لا يمنع أن هناك بعض فئات معينة في الشعب الألماني متأثرة بوجهة نظر خاصة الإخوان الإرهابية، أيا كان الأمر أعتقد أن الدعوة عندما جاءت السيسي جاءت من الحكومة التنفيذية ومن رئيسة أو المستشارة الألمانية ميركل، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه لو لم يكن هناك تقدير للشعب ولإرادة الشعب والإقليم وتحسن علاقات مع أفريقيا والعالم كله لما كانت وأقدمت المستشارة ميركل على دعوة الرئيس السيسي. الشيء الثاني المهم جدا أننا لا يجب أن نعطي ونهول كثيرا من جماعات بشكل أو بآخر جماعات الإخوان الإرهابية، لأن في كل مرة يوم 25 أو تذكرين يا أستاذ هبة يوم 25 يناير قلنا أنه جماعة الإخوان ستحيل مصر إلى الخراب وتحرق، كل تاريخ نقف عنده بشكل أو بآخر، والشيء نفسه حدث مع زيارة ألمانيا وقبل. يعني ألمانيا لابد أن تطرح في ذهننا أمرين، الأمر الأول أن أكبر جالية تركية موجودة في ألمانيا، يعني أكبر جالية أجنبية موجودة في ألمانيا هي الجالية التركية. الشيء الثاني اللوبي اليهودي، لا ننسى هذا، لأن اللوبي اليهودي عن شعور بعود السزام وقد لاقى يعني ترحيب كبير جدا من جانب إسرائيل وجمع أموالا لآخر، والدعم الحقيقي الإسرائيلي يأتي من ألمانيا. إذا اجتمع الضدان، اجتمع الإخوان الإرهابية مع اللوبي وحاولوا إفشال هذا الزيارة، لكن الرئيس السيسي صمم على هذه الزيارة، هناك إرادة سياسية لديه وإرادة سياسية لدى المستشارة ميركل، وقد التقت الإرادتان، وأعتقد أنها لخدمة الشعب الألماني والشعب المصري، وهذا ما نلمسه من خلال استخدام الاستثمارات الأجنبية. السياحة، لا تنسى السياحة، السياحة الألمانية مهمة جدا بتشكل نسبة، وفي مصر أيضا توجد جامعة الألمانية واللغة الألمانية تعتبر لغة ثالثة بعد الإنجليزية والفرنسية، يعني إذا ألمانيا موجودة شيئا ما بينك. هذه الزيارة تستحضر ألمانيا في قلب مصر وتذهب مصر إلى قلب ألمانيا. ربما خرج أيضا بعض النقاط الواضحة في المؤتمر الصحفي على لسان المستشارة الألمانية، هي تتحدث عن مصر بوصفها أنها التي تحمل على عاتقها مشاكل الشرق الأوسط
الأوسط أو هي باب الحل لهذه المشكلات فيما يعاني منه سواء من اضطرابات في الكثير من الدول العربية أو حتى في الإرهاب الذي أصبح عابرا؟ يعني هذا هو قدر مصر. قدر مصر أنها شقيقة كما يقال، الشقيقة الكبرى أيا كان الأمر، مصر الداخلي بما يحدث في العراق وعلاقة بشكل أو بآخر، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا، وقد عانينا كثيرا من التسيب الذي حدث في ليبيا، لأن ليبيا حسب المفهوم السياسي دولة فاشلة، يعني لا توجد فيئات ولا مؤسسات، وبالتالي أعتقد أن مصر معنية بشكل أو بآخر من هذا بعد التفجيرات أو الإرهاب الذي مورزها في واحة الفرافرة، وجدنا أن الأسلحة كلها جاءت من ليبيا، ثم هناك 21 أو 20 مصري مسيحي قتلوا أو ذبح بشكل أو بآخر هناك. إذن نحن معنيين بشكل أو بآخر بهذا، ولذلك سافر يعني سامح شكري إلى الجزائر، لأن الجزائر ومصر دولة حدودية مع ليبيا ولا بد من مواجهة الأمر. لكن هناك نقطة أساسية جدا، بالنسبة للرئيس السيسي يقول له نظرة مهمة جدا بالنسبة للإرهاب العالمي، يعني الإرهاب كما قال بالحرف الواحد لا وطن له ولا عنوان، صحيح. وبالتالي هو آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافحة مكافحة عالمية، وأعتقد أن هذا الشق الأساسي أو الملف الثاني الذي يعني فتحه مع المستشار الأمريكي لابد أن يكون تنسيق عالمي، وألمانيا تعاني كثيرا وعانت كثيرا من الإرهاب بشكل أو بآخر من أيام مروى الشربين مثلا باسم الإسلام الزبع إلى آخره، أعتقد بشكل أو بآخر نوع من العنصرية ربما يعني أعتقد العنصرية الألماني أي مكان حتى لا يمكن إنكار على مدار التاريخ، العنصرية إلى جانب التشدد إلى جانب التسيب إلى جانب العنف إلى جانب الإرهاب، كل هذه الأشياء يعانيها الشعب الألماني والشعب المصري والشعوب الكافة. وبالتالي أعتقد أن يعني التنسيق الذي تم بين مصر من ناحية وبين ألمانيا من ناحية أخرى وبين أسبانيا قبل وبين مع اليونان ومع قبرص مع فرنسا، كل هذه الأشياء تؤكد أن البحر المتوسط يجب أن يكون بحيرة عربية ويجب أن نتعاون جميعا. هو الأشمل والعنوان الأكبر بالزبط. شكل التنسيق الذي تتوقعه فرنسا عندما كانت الزيارة وعندما أتى أيضا الرئيس الفرنسي إلى مصر، تحدث عن طائرة الرافال الفرنسية إلى مصر، تحدث عن معاونة في جهود محاربة الإرهاب، ألمانيا لم تتحدث صراحة عن شكل التنسيق ربما. يعني ألمانيا بشكل أو بآخر يهمون تنمية العلاقات، لأن العلاقات مع ألمانيا كانت متوقفة في عهد المعزول في عهد المخلوع يعني منذ سنوات طويلة، وبالتالي عندما بدأنا نبدأ من هنا ونؤكد أن المصلحة تعم تخص الشعب الألماني والشعب المصري، مصر دائما والرئيس السيسي لا يتحرك إطلاقا إلا من أجل مصلحة المواطن المصري عادي، لكن من أجل مصلحة الدول الأخرى. مثلا عندما ذهب لأثيوبيا أكثر من مرة تحدث عن ما النيل مثلا الذي يهم الشعب الاثيوبي باعتباره يقوم بالتنميه الى اخره، ونحن لسنا ضد هذا، لكن لا تنسوا ان الشعب المصري في حاجه للمياه، لان المياه هي شؤون الحياه. هكذا يتكلم رئيس مصالح الشعوب بشكل عام. واعتقد المرحله القادمه مهمه جدا، نسيت ان اقول ان اي رئيس كان يذهب الى امريكا، نحن المذهب لامريكا حتى هذه اللحظه ذهبنا لنيويورك للامم المتحده لكن نذهب لواشنطن ولا البيت الابيض، بالعكس نحن نقرب الصلة مع الدول الأوروبية الجارة القريبة جدا ولنا بها علاقات. ودائما أقول أن الرئيس عندما ذهب إلى فرنسا أحدث اختراقا لأوروبا من خلال زيارته فرنسا وحتى صفقة السلاح و24 طائرة رافال، كل هذه الأشياء أعتقد أنها أتت مع فرنسا، لذلك نجد فرنسا تبحث عن مصلحتها. دائما السياسة وهكذا علمونا عندما كنا صغار، الكل يبحث عن مصلحته، الكل يعني يقول لك لا سرقات دائمة ولا عدو دائمة فقط المصالح دائمة. وبالتالي أعتقد رئيس السيسي أهم ملف يعني دائما لا ينسى إطلاقا هو مصلحة الشعب المصري والمواطن المصري العادي. يعني دائما احنا نحن موقعنا عشر رمضان وهناك مشكله قد تكون في الكهرباء الى اخره، لكن عندما يكون هناك اتفاقات مع المانيا، والمانيا معروفه بانها بارعه في المسائل الخاصه بالمحولات الكهربائيه الى اخره، عندما يتم بناء مصانع خاصه بالكهرباء ولمبات الكهرباء الى اخره، اعتقد ان هذا
من جانب رئاسة الجمهورية أنها تحاول أن تقترب كثيرا من مشاكل مواطن مصر العادي، بحيث حسب ما أكد وزير الكهرباء لن تكون هناك لن تكون هناك مشكلة أخرى تتعلق بالكهرباء، وأعتقد توربينات. ولذلك يعني واضح أن المتبلور أو الظاهر على السطح هو الاستثمار الألماني في مجال الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. وهذا ما يحرص عليه الرئيس أن يعقد هذا، لأن هذا يكون بشكل أو بآخر في مصلحة المواطن المصري، لكن في مصلحة الألمانية. يعني استخدام الاستثمارات الألمانية، استخدام السياحة الألمانية، استخدام أشياء كثيرة جدا، وهذه الباكورة، باكورة العلاقات، وبالتالي يجب أن تكون هناك علاقات خاصة. طيب، تنمية بين العلاقات الثنائية الألمانية. ألم تكن هذه الاستثمارات مشروطة بشكل أو بآخر أو بطريقة غير معلنة بخط سياسي يرضي الدول الأوروبية في اتجاه معين؟ دائما الاستثمار النهارده صارت أكثر من مرة فكرة حقوق الإنسان، وتحدثوا عن أحكام الإعدام الأخيرة سواء على الرئيس المعزول أو حتى على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. هل بترى في هذه تلميحات ربما لنوع من أنواع الضغط علينا في الداخل، وتكون الاستثمارات هي المقابل؟ قد تكون تلميحات، لكن أرجو أن تعتقد المحاكم، ألمانيا فيها محاكم، وهناك عشرات السنوات من السجن على هذا الشخص إكس أو زد، ورغم ذلك لم نسمع إطلاقا مواطن مصري يعلق على الأحكام الألمانية. نحن لا نريد أكثر من هذا، مساما نعاملكم، ودائما المعاملة بالمثل في السياسة والدبلوماسية إلى آخره. نحن لا نريد إطلاقا من أي ألماني أو أي أوروبا أو أي إنسان في العالم أن حتى أن يعلق الأحكام المصرية، القضاء المصري قضاء شامخ نزيه محايد موضوعي، وبالتالي هو إذا توفرت إليه القرائن والأدلة سيصدر حكما على هذا الشخص أو إكس أو زد، وبالتالي هذا ما قاله حتى الرئيس السيسي. لكن الأحكام الغيابية التي على شخص بالإعدام الآخر، يعني قانونا إذا حضر هذا الشخص أمام المحاكم يسقط هذا الحكم ويحاكم من جديد، وأعتقد أن هناك استئنافات و محاولات أخرى من الطرف الآخر. لكن الإدانة إذا توفرت الأسباب والأدلة لا ينبغي لا ضغوط ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا أي شيء آخر. أذكرك أستاذ مثلا هناك ضغوط على الصين، يعني دائما ملف حقوق الإنسان ودائما مشرعة، يعني لكن يعني لن يؤثر هذا على مصالح الشعوب. الكل يريد تسير في مساريها دائما، تسير في مسارها، لكن يريد مخاطبة ود الشعب الصيني، وبالتالي أعتقد أن هذه زواع فنجان. ونحن دائما مهول الإخوان الإخوان الإخوان، ألا تدرك أن 90 مليون مع سيس، لكن 40 أو 50 واحد موجودين في ألمانيا، هل يؤثروا 40 أو 50 واحد ممكن يؤثروا على رغبة 90 مليون؟ يعني أعتقد أن هذا الرقم غير هذا الرقم لا يذكر إطلاقا، وبالتالي يجب أبدا ربما أبدا أن نقف عند هذه التواريخ. الأرقام لا نتحدث عنها بأنها القوة، لكن فكرة التنظيم أو التخطيط ربما نقصنا كثيرا على مدار سنوات جهود خاصة سواء من الإعلام الذي يخاطب الآخر أو يخاطب الدول المختلفة التي تنظر إليك نظرة ما وتود تصحيحها من قبلك، أو حتى في تصحيح المسارات الخاصة بالشق السياسي الخاص بك أو وجهات نظرك المختلفة تجاه العديد من القضايا. هل نحن قصرنا في هذا الخط؟ هل نحن بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تعديل الاتجاهات التي تخاطب الآخر في الخارج أمام هذه القوة التي حتى لو كانت صغيرة في عددها لكن إنها ربما تخطط بشكل أكبر؟ نحن لا نتكلم عن ألمانيا الصغيرة، نتكلم عن ألمانيا أكبر. نتحدث عن أوروبا بشكل أكبر عام، لأن التنظيم الدولي للإخوان متواجد في الداخل. أكبر مدرسة الإشراق موجودة، الإستشراق الإسلامي موجودة في ألمانيا، وبالتالي هم يعرفون جيدا الإسلام الصحيح، واخذ درس عدد كبير جدا. وزير أوقاف الحمد زخوخ أنا واخذ دكتوراه من ألمانيا في الإسلاميات، وأنا واخذ دكتوراه حتى من فرنسا في الإسلام. هم يعرفون الإسلام أكثر منا كثيرا، وبالتالي
وبالتالي يعني بشكل او باخر اعتقد الاعلام المصري يجب ان يعني يجاهر بالحقيقه وان يعلنها وان تكون هناك مطبوعات المانيه وفرنسيه وانجليزيه في مصر تذهب الى الجاليه الالمانيه الموجوده عندنا والالمان نفسهم. يعني اعتقد ان هذه مساله مهمه جدا. انا اذكر جيدا ان كان مروه الشربيني حكمت بشكل او باخر او جاء المحامي قالوا ايه هيبقى في قبل ان تحاكم والذي قتل مروه الشربيني حاكمه الاعلام الالماني الذي جعل الانسان البشر العاديين المواطن الالماني عادي ياخذ موقفا الاسلام لما يتكلمون سيئا جدا عن الاسلام. اعتقد هذه الصوره نحن في حاجه لتوضيحها. الاسلام دين تسامح الى اخره، لا يجب الا نعرف نحن ذلك، ولكن يجب ان يعرف الاخرون ومنهم الالمان هذه النقطه. نعم، سواء من الاوقاف من الازهر او حتى وسائل اعلامنا المختلفه طبعا الكل مدعو وهيئه الاستعلامات الحقيقه والملاحق الثقافيه مؤخرا الازهر عمل مرصد امبارح مرصد هناك حوالي 13 لغه اجنبيه سوف يتم ترجمه الاسلاميات العقلانيه الصحيحه لهذه اللغات، وبالتالي سيجد المواطن الاجنبي او العالمي بشكل عام الاوروبي على الاقل سيجد ماده خصبه جدا امضاء الازهر معروفه عن الازهر الى اخره، لاننا لا يجب ان ناخذ عن الاسلاميات الا الازهر الشريف الذي هو حريص على توصيل الماده العقلانيه السليمه بخصوص الدين الاسلامي. نعم. مره اخرى العوده الى السياسه وسياسه الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط. تحدثنا من سابق ربما عن ايران واتفاقها مع الغرب ومجموعه الخمسه زائد واحد بشان برنامجها النووي. الحرب التي ما زالت دائره ضد الحوثيين والميليشيات المسلحه في اليمن بتدخلات ونفوذ ايراني وربما امتداد ايضا لايران في الداخل العراقي والسوري بشكل واضح. موقف المانيا ودول الاتحاد من هذه القضايا وكيف ستكون غير انتقائيه اذا كانت جاده في محاربه الارهاب؟ الولايات المتحده الامريكيه ربما اختارت الانتقائيه عندما تحدثت عن تحالف دولي ضد داعش في سوريا والعراق فقط وتركت ما حدث في شمال إفريقيا وعلى رأسها ليبيا. هل من الممكن استثمار هذه المواقف من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لصالح الدول العربية؟ لهذا السبب أعتقد أن الرئيس السيسي على حق في اختياره بأن يذهب إلى أوروبا وتوثيق علاقتنا بها، لأن أوروبا قريبة جدا منا، هم يبحثون بشكل أو بآخر. يعني أتأل تعلمين أن أوروبا الاتحاد الأوروبي فيه 26 مليون عربي مسلم عكس امريكا تماما. اعتقد توثيق العلاقات مع اوروبا باعتبارها صديق ده شيء مهم جدا، لكن امريكا تكيل بألف مكيال، كلنا يعرف هذا. ودائما كنت ليزا راس عندما كانت وزيره خارجيه قالت ان امن القوم الاسرائيلي جزء من الامن القوم الامريكي، فنحن يجب ان نخوض في هذا. لكن بشكل عام اعتقد اننا لابد ان نغير المحور. يعني هم يتكلمون عن ايران ويتصورون ان الاعلام المصري سيردد ما يقولونه، لكن عدونا الحقيقي هو اسرائيل. يعني هل تحولت اسرائيل، دائما اتساءل، هل تحولت اسرائيل بخادميها في المنطقه بردا وسلاما علينا؟ هل تحولت اسرائيل ذهبت الى المريخ وتركت الارض؟ بالعكس، دوله في الشرق الاوسط، دوله حدوديه معنا الى اخره، ومهتمه كثيرا ودائما تطييف المنطقه. الخلاف بين الشيعه والسنه تطييف طائفه السنه طائفه الشيعه. يعني اعتقد اسرائيل حريصه جدا. تذكرني يا استاذ هبه لما كان يعني اوباما قال وصف المباحثات 5+1 مع ايران بخصوص ملف النووي ان هذا انجاز تاريخي. نجد الوحيد الذي علق في الشرق الاوسط هو نتنياهو، قال هذه خطيئه تاريخيه. اذا هناك خلاف، وتريد اسرائيل تريد ان تكون الدوله النوويه الوحيده في الشرق الاوسط، وبالتالي كل الدول تخاف منها وتعمل لها الف حساب. لكن عندما تكون هناك دوله اخرى مثل ايران عندها قولون مثلا، يعني اعتقد هذا يزعج اسرائيل ولا يزعج ابدا. وما بين القوسين التعاون الخفي ما بين الاثنين، يعني حتى لا نسلم بان الطريق وردي ما بين ايران. أقول لك 5+1 أمريكا والدول الأوروبية في ضد إسرائيل. 5+1 هم مين؟ 5 الدول الدائمة العضوية، 1 هو ألمانيا. لماذا؟ لأنه كان هناك ضغوط على ألمانيا وما تزال عندما 75% من ميزانية الاتحاد الأوروبي تمولها ألمانيا. فنصحتها أمريكا بدلا ما تمول هذا سنجعلك عضوا في دائما في المجلس الأمن. لأنها ليست نصل إلى هذا هي عضو غير دائم في المجلس حاليا. حين نصل إلى أن نصل إلى هذا الأمر إصلاح الأمم المتحدة لآخره، فنعمل يعني مجموعة 5+1، الواحد هو ألمانيا. نعم. أعتقد ده محاولة لإشراء ألمانيا بشكل أو آخر من جانب الولايات المتحدة. أنا يهمني
الأمر الحوثيين ليسوا تابعين لشيعة إيران إطلاقا. حتى قناة الحدث العربية في التابعة للمملكة العربية السعودية تحدث عن ذلك، أن هناك خلاف أيديولوجي بين الاثنين. حوثيين عند الحوثيين يختلف تماما عن الاثنى عشريين الموجودة فيه. من يقلبهم إذن؟ يعني لا يجب أبدا أن نقول حوثيين تبع إيران أو إيران تبع الحوثيين، بالعكس. طبعا هذا لا ينفي أن إيران لها مطابع سياسية في المنطقة، ولا أقول شيعية، مطابع سياسية في المطامع السياسية، وبالتالي من حقهم. تنفصل عن المد الشيعي والحلم الإيراني بسيطرة يعني مش عايز أقول المد الشيعي، لأن الشيعة والسنة واحد وكنا نعبد الله إلى آخره، لكن سياسيا ممكن أكون هناك خلافات، لكن شيعة والسنة أعتقد مختلفين. تستبعد المسيحيين فهم الذي لعب عليه ايضا الغرب والولايات المتحده بالزبط. كثيرا انا اعتقد اي كلام ياتي من الغرب يجب ان نضعه بين القوسين، لان هناك يعني اهداف معينه حتى لا نندرج هذه المفاهيم. ارجو ان تعتقد بها انا مؤمن تماما ان قمه كامب ديفيد تدعى فيها اوروبا اوباما عدد كبير من قاده المجلس قمه الخليج لبيع الاسلحه لاكثر الاقل. حتى البعض في جريده الموند الفرنسيه قال ان اوباما في هذه الحاله يعتبر سمسار تجاره السلاح، لانه تبع سلاح، يعني يعطي الحوثيين سلاح ويعطي الايراني سلاح ويعطي مجلس تعاون الخليج سلاح، وهذه مصالح بشكل وهذه مصالح هي مصالح يفعل ما يفعل، لكن يجب ان نفهم ان هذا لالتقاط الطعم ونحن لا نلتقط الطعم ابدا. يعني اذا لكن ربما تابعت دكتور سعيد في الايام القليله الماضيه تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي بان المنطقه العربيه داخله مره اخرى على تقسيم المقسم. سايكس بيكو جاءت بعد الحرب العالميه الاولى، والان مره اخرى العالم العربي ربما في نفس الخطط من التقسيم. بالفعل هو عنده كل الحق، لانه قبل ان يحدث شيعة وسنة واكراد في العراق كنا نسمع عن هذا في الجرائد البريطانية الى اخره. التقسيم هذا كان نظريا تدعو له الدول الغربية، فاذا بيصبح حقيقة فلماذا لا؟ انا اعتقد ان سوريا علويين وسنة وشيعة الى اخره، ومثلما العراق واليمن ايضا. اليمن بعد الثورة انه الحرب في اليمن شهرين ثلاثة، انا اؤكد منذ الان انها 40 سنة حرب، يعني حرب أربعينية أو 30 سنة لن تحل إطلاقا ما دام داخل. منذ متى الغرب يريد صراحة للمنطقة الشرق الأوسط؟ هذا وهم نحن نقتنع به، هذا قال وهذا ذاك عرض خواجة. طيب عندنا إذا ماذا نحن فاعلون كدول يعني عربية؟ يجب أن يعني أعتقد أن البداية هو يعني قوة عربية مشتركة لترحها الرئيس السيسي أكثر من مرة وناقشها ووضعها كملف. من المفروض أن ينتهي العربية الخطوط الأساسية لها رؤساء أركان قبل 30 رؤساء أركان الجيش العربي. أعتقد أنهم اجتمعوا مرة واثنين في الجامعة العربية، وأعتقد هذا إنجاز مهم جدا. وإذا نجح فيه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي يكون الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يحسب له. لكن حتى الآن لا يجب أن نكون عندنا عقود خارجة بشكل عام. أي كلام أنا أود أن نقول، لو وضعنا إيران وضعنا إسرائيل، إسرائيل عدوتنا الكلاسيكية وقد دولة بلعاها فلسطين، يعني كيف نترك هذا ونبحث عن احتمالية أن تكون إيران إلى آخره؟ وطبعا هذا لا أدافع عن إيران، عندها أطماع بالفعل والدول كلها عندها أطماع. طب فين لواء الأسكندرونة اللي موجود في سوريا؟ خريطه تركيا ليه طمعت فيه؟ وكان هناك ضعف بشكل أو بآخر في سوريا، كلما ضعفنا كعرب طمع فينا الأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين والإيرانيين. وقضية الجزر ما بين إيران والإمارات هناك مشاكل كبيرة جدا، وبالتالي كل طبعا يجب أن يكون الرادع الوحيد والذي يخيف الكثير قوة رادع عربية أو قوة عربية مشتركة كما تبحثها الجامعة العربية. طيب هذه القوة العربية المشتركة التي تتحدث عنها فقط ستكون فاعلة وليس بمعاونات أخرى؟ يعني إذا كنا بنتحدث عن الدور الريادي المصري سواء في حل مشكلات الدول العربية أو بوصفها رمانة الميزان وميزان القوى داخل هذه المنطقة تحديدا، الزيارات الأوروبية التي يقوم بها سيادة الرئيس من المؤكد أن لها أبعاد يعلمها هو أكثر من أي شيء كرجل مخابرات حتى في المقام الأول. ما تضيف هذه القوة من تدعيم للقوة العربية المشتركة، أم بمعنى كلام حضرتك أنها لا تريد خيرا بهذه المنطقة وبالتالي يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط؟
يعني التاريخ القديم والحديث والمعاصر يؤكد أن الدول الغربية أبدا لم تكن إلا عونا علينا وليس عونا لنا. يعني من قال أن أمريكا تريد لنا صلاحا؟ من قال أن فرنسا أو الدول الأخرى فقط تريد لنا صلاحا ويبيعون سلاح؟ يعني اشمعنا بيننا وبين بعضنا الدول العربية حروب؟ ليه ما فيش بين المكسيك وبين أمريكا، بين أمريكا وبين فرنسا؟ بالعكس، يعني إذن هم يتأمرون علينا ويبيعون أسلحة. أرجو أن تعتقد قمة كامب ديفيد أنقذت العالم الغربي، الاقتصاد الأمريكي أصبح في أعلى عليين، أما اقتصاد العرب الإسلامي أصبح في أسفل تفنيد. هم يحقدون عن المنطقة العربية، عندها نفط وعندها فلوس وعندها إرادة مواردها الطبيعية، يحقدوا على مصر حتى أن عندها شعب وعندها إرادة وعندها عدد كبير من أبناء. يعني كل هذا أعتقد بشكل أو بآخر يجب أن نتحرر من عقود الخواجة. كان في فيلسوف جزائري بيقول لك إحنا عندنا مش مشكلة عقود الخواجة، عندنا قابلية للاستعمار كمان. يعني إحنا عندنا قابلية للاستعمار، يعني حتى لو ما كانش عنده عقود الخواجة عندنا برضه في قابلية عندنا. بمعنى إيه؟ حتى الاستعمار رحل عن الجزائر، رحلوا ذهب الناس الجزائريين إلى هناك وقالوا النبي استعمرنا، يعني وكأن القابلية للاستعمار عندنا، عايزين نتحرر من ده كله. أنا أعتقد إلى رأب الصدى كله في المنطقة العربية يجب أن نتوحد جميعا، ويجب أن نكون يعني بس الدول العربية لن تتركنا بشكل بقى. يجب أن نعرف أن الدول العربية لن تتركنا نكون القوة العربية المشتركة. حتى لو جبنا السلاح من هناك يريدون دائما أن تكون. أرجو أن تعتقد أن هناك مجموعة من الدبلوماسيين الصغار الأمريكان والأوروبيين والفرنسيين يربون أنفسهم، يلا تعالوا تدربوا في الشرق الأوسط وكأننا حقل التجارب. مش معقول. وبالفعل في الكثير من القوى الإرهابية المتواجدة على الأراضي العربية هي من جنسيات أجنبية، يعني من يذهب هناك في سوريا يقول لك 5000 مقاتل يعني أوروبي. أيا كان الأمر أعتقد بشكل أو بآخر، يعني اشمعنا احنا إسلام في كل مكان؟ اشمعنا الدول الإسلامية ما ظهرتش فيها إلا داعش؟ ليه ما ظهرتش في إسرائيل؟ مش فاهم مسلمين برضه؟ ليه ما ظهرتش في الدول الأوروبية؟ هناك 26 مليون مسلم في اوروبا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، لماذا لم تظهر داعش الا عندنا؟ وبعدين من قال لك ان اسمهم داعش؟ من سماهم داعش؟ من سماهم داعش؟ كانت القاعده وحركه امريكا صنعت القاعده وامريكا صنعت داعش ايضا، وطالتها اذا صحت الروايه ببرجي التجاره العالميين بانهيارهم. هل وصلت القاعدة بالفعل داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أم كانت بفعلة أمريكية؟ أو أنا أعتقد كل الكتب، يعني كل الكتب تؤشر ربما الأحداث بتتغير ما بين الحين والآخر. أمريكا صنعت القاعدة وصنعت أسامة بن لادن وكان طفلا مدللا لدى وكالة المخابرات الأمريكية، اليوم صنعت داعش وغدا صنعتنا إكس وزد وإن. المهم دائما في منطقة العربية، لماذا؟ هذا هو سؤال. احنا لسنا اغبياء كما العقل العربي السياسي صحيح في ازمه لكن ليس مشلولا، بالعكس قادر يفكر جيدا. السؤال الان لماذا نحن كمسلمين عندنا بس داعش؟ زرعوا داعش في وسطنا ليه؟ يعني سوريا لخدمه من؟ لخدمة إسرائيل، لأن إسرائيل كانت عم طلعت قوانين ضد سوريا وعادة تفكك سوريا وخلاص. الكل يتحدث الآن عن التقارب بين موسكو وبين واشنطن للقضاء على سوريا بشكل أو بآخر. طيب، باعتبار أن موسكو كانت دائما دعني لسوريا. أتحدث عن رأي آخر وأود تعقيب حضرتك. ربما العالم العربي عانى كثيرا من سياسات خاطئة، من فساد، من نوع من الإرهاق الداخلي جعل شعوبه بتخضع إلى التجهيل سواء عن عمد أو حتى لقلة ذات اليد، وبالتالي التربة الخصبة توفرت داخل العالم العربي وأصبح لقمة سائغة في يد الغرب والولايات المتحدة. تتفق أم تختلف مع هذه الطرح؟ لا أعتقد أنه لو إحنا درسنا تاريخ أوروبا وجدنا فساد لا حدود له، وجدنا يعني خلافات كثيرة من القادة بين حكام بين الشعوب الآخر، يعني كل هذه المشاكل صح طالت وستطالت وكبرت وفساد الآخر، لكن يمكن التحرر من ربقة هذا الفساد، لكن لا يمكن التحرر من ربقة الاستعمار الجديد. أمريكا موجودة في كل مكان، الدولار تسير من الناس والضمائرهم والفقر إلى آخره، زي التوظيف هذا لصالح أمريكا. نحن نعاني الأمريكان، كان عندنا الـ يعني الجمعيات الحقوقية الأمريكية هربت في تحت الجناح الذي كان جرزان. لماذا هربت؟
كانت ماذا كانت تفعل ومن سمح لها بأن تفعل إلى آخر. كل هذه الأشياء تؤكد أنه خراب زمام في المنطقة العربية، لكن بشكل أو بآخر أيا كان الأمر نحن يمكن أن نتجاوز هذا شرط وضوح الرؤية. نحن يجب أن نضع أمريكا في مكانها الصحيح ونتعانق بشكل أو بآخر مع أوروبا باعتبارها يعني قريبة جدا منا، مصالحنا واحدة. البحر المتوسط كما قال عميد الأدب العربي بتاع حسين يجب أن تكون بحيرة عربية ويجب أن تكون طريق تواصل لانفصال. يعني كل هذه الأشياء يجب أن نضعها اليوم قبل غدا وبالأمس قبل اليوم يجب أن نضعها ونتكلم. يعني رئيس الزكاة نجيب محمود رحمه الله فيلسوفنا الراحل كان بيقول الدول كلها بتتقدم بالتكنولوجيا وإحنا فاكرين إن إحنا متقدم من كلام اللوجيا، نتكلم كتير إلى آخره. أنا أعتقد لك كلام اللوجيا أدى النتيجة فقط التكنولوجيا، ولذلك نرجع للموضوع. يعني رئيس أشار بالتكنولوجيا الموجودة في ألمانيا وذهب اليوم رغم التحديات ورغم التحذير عدد كبير جدا ما طرش ألمانيا راح ألمانيا، واعتقد أن زيارة نجاح شاء الآخرون أمامه، والآخرون نزعنهم هم جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول أن تدس أنفها في كل مكان. نعم، إذن أنت متفائل بهذه الزيارة بهذه الجولات المكوكية طبعا شرقا شمالا وجنوبا؟ أنا متفائل جدا بهذه الزيارة، مهمة جدا أن تكون مع أوروبا مع ألمانيا ويكون بدعوة من مصر ألمانية، أعتقد شيء مهم جدا. وما حدث في العام الماضي يعني الرئيس نجح في سياسة الداخلية، عمل إقليم قناة السويس، طرق الكباري، مليون فدان استصلاحهم، أشياء كثيرة جدا، علاقات الخارجية، علاقات متوازنة مع الجميع. مواقف الاتحاد الأوروبي ربما متقاربة من العرب والقضية الفلسطينية في الحل أكثر من الولايات يجب المتحدة. يجب أن نتحد معهم، يجب أن نقترب منهم، لا نتركهم كما كانوا يتركون ذلك. بعنا أوروبا من أجل أمريكا لا كسر. ودائما المفكر القومي مصطفى الفقي كان دائما يكون مشهورة جدا يجب أن نتذكر في كل حين، يقولك المتغطي بأمريكا عريان، عمرها ما وافت معانا، عمرها ما أدمتنا حاجة. النفس حد يمسك إليه يقول لي والله أمريكا بنت كذا وما عملتش حاجة، لكن ممكن نروح مثلا لروسيا نلاقي سد العالي، نلاقي حد الوصول، نلاقي مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، نلاقي 60% من الجيش المصري أفعال وليس أقوال. لكن أمريكا دايما أفعال ونحن نسعد الأفعال كثيرا هكذا أقوال وليست أفعال. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية التحليلية في نهاية هذه الحلقة من المشهد، الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الأوروبية، شكرا جزيلا. شكرا، أشكركم على المتابعة، غدا مشهد آخر، إلى اللقاء.